الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الرحمة المهداة محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، مرحبا بك ابني ومرحبا بك ابنتي، مرحبا بكم جميعا أبنائي وبناتي في درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية. أبنائي وبناتي، اليوم بإذن الله عز وجل نستكمل ما بدأناه في الدرس السابق عندما بدأنا بارك الله فيكم بسورة جديدة ألا وهي سورة السجدة. واليوم بإذن الله عز وجل سوف نأخذ من الآية 12 إلى الآية 20 بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ كما جرت العادة بأهداف تعلم القرآن الكريم. قلنا دائما يا أبنائي أن أعظم هدف هو الإخلاص لله تعالى وابتغاء الأجر من الله عز وجل، الإخلاص وابتغاء الأجر من الله، وكذلك أن نقرأ القرآن قراءة صحيحة، أن نقرأ القرآن قراءة صحيحة. وكذلك قلنا أن من أهداف تعلم القرآن الكريم أن نطبق ما في الآيات من أحكام وآداب. إذن اليوم بإذن الله عز وجل سوف نقرأ في هذه الآيات بإذن الله من سورة السجدة من الآية 12 إلى الآية 20، ونحاول بإذن الله عز وجل أن نخرج من هذا الدرس ونحن متقنون لقراءة هذا المقطع ومطبقون ما فيه. نأتي الآن لآداب تلاوة القرآن الكريم. قلنا بأن من آداب تلاوة القرآن الكريم الاستعاذة والبسملة عند التلاوة، وأيضا ذكرنا الطهارة واستقبال القبلة عند التلاوة، وأيضا قراءة القرآن من المصحف حتى لا يتشتت الواحد عند القراءة، وأيضا تحسين الصوت عند التلاوة. إذن هذه بعض آداب تلاوة القرآن الكريم أبنائي وبناتي. هل نبدأ؟ جيد. هل توضأتم؟ ممتاز. وهيأتم المصاحف على آيات درسنا لهذا اليوم؟ أحسنتم، بارك الله فيكم أبنائي وبناتي. إذن دعونا نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى ومتوكلين عليه، وكما جرت العادة نستمع ونتابع. دعونا نستمع لهذه التلاوة ثم نعود بإذن الله عز وجل مرة أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون.
أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. إذن أبنائي وبناتي بارك الله فيكم، استمعنا لتلاوة طيبة مباركة لمقطعنا لهذا اليوم، والآن سنعيد التكرار والاستماع مرة أخرى، ودائما ما نقول مع التكرار لابد من المتابعة حتى نعرف جيدا كيف تنطق الكلمات والآيات. دعونا نعيد الاستماع مرة أخرى. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. إذن أبنائي وبناتي، بعد أن استمعنا سويا لهذه التلاوة دعونا الآن نقرأ. سأقرأ بإذن الله عز وجل وأنتم تقرؤون من بعدي بحول الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم
ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. أحسنتم أبنائي، بارك الله فيكم. لعلكم لاحظتم هذه العلامة في مقطعنا لهذا اليوم. من يخبرنا يا أبنائي؟ هذه العلامة تدل على ماذا؟ أحسنتم، تدل على موضع سجدة تلاوة. أحسنتم، إذن من السنة، وسجود التلاوة كما تعلمون يا أبنائي سنة مؤكدة، فمن السنة يا أبنائي
أن نسجد بعد الانتهاء من هذه الآية والوصول إلى بعد الانتهاء من هذا الموضع. يستحب يا أبنائي أن يسجد أو أن نسجد بارك الله فيكم في هذا الموضع وفي غيره من مواضع القرآن الكريم فيما يتعلق بسجود التلاوة. أما الآن يا أبنائي دعونا نشير لبعض الكلمات أو المواضع في هذا المقطع، وأريد منكم أن تقرؤوها بارك الله فيكم ثم نستمع لقراءة القارئ لها. جيد، ممتاز أبنائي، هذه أيضا من المواضع. وأيضا من المواضع أبنائي وبناتي، جميل رائع. طيب دعونا نستمع بارك الله فيكم لتلاوة أخرى وننتبه جيدا لهذه المواضع والمقطع بشكل عام، نستمع سويا الآن. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. إذن أبنائي وبناتي بهذه التلاوة نكون قد وصلنا سويا لنهاية درسنا لهذا اليوم. أوصيكم بارك الله فيكم بكثرة التكرار سواء الاستماع أو القراءة، وأيضا عرض المقطع على شخص متقن من أجل أن يصحح لكم الأخطاء التي من الممكن أن تقعوا فيها، ثم بعد ذلك قراءة هذا المقطع
في الفصل. ألتقيكم بحول الله في درس آخر قريب، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.